ان مجوجين كرا سو مفرقلين كرا ان ها فرقلين كرا لكن وفرقلين خلاف سن قانون قانون كان بحيرك الدولي عالمي وافق سنين ويا لبو والي سياسات با كيسانيسا ان اسكو خيدو بد يوبي بد والهاشو وبيقولوا واق اسلاها شو وحا لو يقان الملكيه الفرديه قانونك هي الملكيه الجماعيه وي بطل اسلام الله بطل حدود بيلاد هاي حددا كين يمك محدود بالاس جاي بطل حدود بالو حدد مركا حدود بكو دبالسا بدا وحا ليس قانونك الدولي مركا لا هي وحا ليس لي هي واه ان حيوانك دحمرو كلا غوشي كلا سدا مثلا نبيري او كلا او كتر فرش الله ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 بركا أنكو بدي نكمل في إديسين إنه كنا بيها كيف إديست مع بيها غور مال أبوري أنت دوردو يوم بيها أبوري دوردو بيها وكذا وين ماتي بيو دوردو يكون ريا بيها ريا ها بركا هو بيجا نهل إنه يتو بيها كبلامو أو دول دول المنبع ولا دول ده كبلامو yes دول المصبنا ولا دول ده أو كذا ماضو ماشي أو كذا ماضو iyada oo la jiray wax la dhaadayo Ethiopia ama Sudan oo basar dhaado ee biyahan socdeen ay saahayaan marka naajir ahaan waad ku horimaaysaa naajirkii tabiicadii laba waxa ka maraysa taariikhdi waxa ka maraysa qaanuunkii dawliga waxa ka horimaaysa inaad juqraafiga siyaasiga jo politiki iyo jo dhaqaalaha iyo juqraafiga istaraatiijiga intaba uu ka horimaaya markuu isku xulay labashii oo isku xulnay oo wax ilaaqa ah baxida aan wada lahayn marka taas oo mid ku wad weeyaan mid labaad wax weeyaan wabiga adduunyadu way tatawuray qaanuunka dawliga waxa la isku waafaqay qaanuunka dawliga waxa la dhay afar nadariyadood baladajiin afar aragti baladajiin oo aragti walba ay ka dhaqaaqayso wabiyada la isla leeyahay soo loo dhaqmayo afarta aragti waxa la tukubadi waxa leedahay waxa weeyaan وضن خمرك اللي بدي وبيدح مريان ويجي دحمر الأبو وضن بس ده وضن وضن والبو حقوله أنت السكر دحمر أي ساعة إنه صدو الدون هو قفي يشتو السيادة الإقليمية للدولة هذا صدا الدون تأي مطلقة هو قفي يسنسا دولة كلمة ويدينيس صدا أيما كم صاردو أي وقدر يسنسا ستك تابي دقات قانون كابق نظرة دقات يضع أنا وضن هذا كله أنا أشيجين وحقيقة ليش فسح عنك قالني فسح عنك قالني تاسوى نظريات وحال الله دقاقي حق الملكية قانونك الروماجة روماجي رومكي يي تاسي الله شغير نسام أنا تاسوى ميت واحد مدى وذيك أحمد آبين وطاقو شغاني مركو هاليو محمد هذي اسكت ريمزا تاسو أم وقطو إنه تاسو أم وقطو أولي بقى تاسو أنا خسير خلطة أريد الله بعد يوحويا نظريات اللي هذا الوحدة الإقليمية المطلقة وحكرنا تهاي قبل والبا وقف إذا يسني سي آن ديبين قبل كلام توبي ويكف إذا يسني لكن سي آن ديبين صوماليا وبيقى داود ويعيسيد قبل كاس وقاديني أمبا صومالي قلبيت كود ويعيسيد ومعنات بيراكوسو سيارتيد بيه يريسيد وإنت أتقايسة إنت أول أتقايسة إن كير لا بقول كاشان يسود أنا فرتبا صوماليا وتكتب هذا إنت بقول كيبا تونو سوري أما هو صوري وين بابا؟ وحويه واحد سميسي إضرار الغير حديث كي رسولك لا ضرر ولا ضرر وقانون دولي حديث كاس وأنا قانون عالمي وقانون محلي يعني أنا هسديبن دخلك ليتنا هديبن تحسين والد مصدر حد بجد حرضة النظرية الملكية المشتركة وإن لسليها شو سيالة سليرانيا وحاللي هي وردقيسو بيهني وحويان ووضلان هاي وحان كتا شرينا سيدان او وضا يالانينو او قرينا سيدي بابيقا نيلا ايو قلو قرين انجريسكا ايو مساري دي ايا قلو قرين سايمك هنجرتي مركا اتوبي وحيلة انيقا مركا لقلبت شنمك بيقا نيلا لقلبت شنمك
ما نجوجين لكن قانون كدول يقول ليه ضد كي مركها جوجي يا جوجي وها جوميسي الجوميسي حديد كريه ما مرتي ما دام يتوب يا رجال بيت مسؤول كحياة أنت أفراد أقدم بيسا وحنا ذا السيادة الإقليمية المقيدة وأمك على قاتلة وحويان من كستيبا وحوقفها إذا سنة يا إن بيه سو وحوقفها إذا سنة يا سد أقص الرئيسة لكن يسوي كو قيدا قانونك عالمي قانونك عالمي قال تشان هسا دوردي با تشان هيا بي با لقيب تبايا يرمى مارتين وبيدح مرمى مارتين يقول سيسوي لهم بغش ويسوي لهم بيين لكن هل كانوا كيف إذي سنكر أساق أبي حطو له دور الديغان كالصومالي بان أوي عنايا وبيرب بذنك السوبينايا أسوي يرين أيو مثلاً أنت سومالي قاري شرتي بيع سو مركز كومة ودودي كارن نمبر ون ماشي شيء سكاس فوقلي متشوقين نمبر تو وحن أقف إذا سنة نا سيد أوفي عن أه مثلا قيبتك وبعده هي حرية مطلقة أو لما يستلم أوفى إذا وعن كفى إذا سنة نا سيدنا ربنا أنا وحن وفى إذا بد وصح بقى فإذا ده نوح قصو بيننا إنه وعينا بيهن ونوعينا بدن قد باهيدهن كرنا ما يسترنا أنا كهقبترنا باهيدهن أريد أسمك دو ذكرى ما أريد أسمح قولي مني قانون عالمي قولي مني سوق قولي مني وحاجرة معهد انستيتي للعظم انستيتي انترناشنال انستيتي اوف انترناشنال لو ومعهد كإلالية لقلت الشدو المحاولة ذا الرمى قبضها يا لا قلت شذا قانونك الدولي قال رسالة كاسو صنيع ها كل سؤال بقول لي طبعاً كو طبعاً يكودي كوي تركي وخصوص عري حول الدولة والبعض والدولة ده بيه دحمر يا وحي حق لي إن استعمالاً بيه دحمر يا استجو حدود يسقوا كاري وكو تاسم لبا وإن ندي بن طلابه أو قاضي دولة ذكر بيه تغيان طلابه قاضي إنه دباتو جيم كمثلاً بقول كي وافرت بهالك تعيش هداد بقول كي بشيل على تكلتي وارد بتي. مرك قانون كاوح حرايا يس وهم تعود كيف إيدي سنة سا لكن لب حكوت عودن كتير. وضحك كلام مرك كيف إيدي سا سي أندي بي وضحك كلام وطلب تصدعوا يعني أريتك كلام وحويان حتى وح كم منوع إنه بيها مركو استعماله أنت في عين توقعت إنه بيها كقعت نفقدي وبيه بلا نفقة زيادة. يس. وين دعتها سنة؟ بيها وتفيد سنة سا وقرن سا واستعمال سا بيكرا ولا استعمال بقى كسر صار سا وبيأكسد رأس سا قال هذا واحد تجلس بيه بلا نفقة ونفقة دي لا قربت بيه من رالس كبا يو تلوث لوس مي ولا أسكي ها مركا ساد ردد وحينا صار صار يعني ما عاد كاسيو حكتلي عم بدوكسي كاسيو حكتلي إن أي جيران لجنة ذو سيد دائمة dowladaha biyo dhex socdaan uga dhex shaqeeya oo kal wixii soo biira ay ku noqoto oo halkeena ila nolosha way socotaay marka sabab la goortay kariya saadraad waxa waajib ku noqonaya siyaasiga Soomaaliga ah inuu soo jeedo arintaas ma isku dari kartaa haday dhacdo Soomaalida Soomaaliya tikan iyo Soomaalida Ethiopia oo ayagana u arki kara in faa'iidadooda badanaa ay ka helayaan sidaan ku Ethiopia degan ee aan ayagoon eegin siyaasadda iyo damaca uu abi wataba ma dhici kartaa Soomaalida dhexdooda inay siyaasiyan iskhilaafaan dhan biyaha naga u baahan naga ka faa'iideysan iyo boqolkiiba boqol maxay leey dadkeena laba shay ba ka maqan dadkeena anu hada saddex shay waxa laba shay u dhaya dadkeena geeska Afrika degan Soomaalida صدق شيء بقى كم مقال؟ هي وح كم مقال وح هذا الوعي السياسي ما له ما السياسة ذي أو فهم كره وح دعية وح دعيدونا وح دعية محول نتيجة دي سنقدمه تا أفرت القطة زي كده يعد أس أساسه نيد هذا محي وح وين هم مقالته وامد وقتاسي مد الله بعد إيه نجم مقال وح ويان وح الله يقانا الوعي الدون كان دجال كقصة عضاي بحقوق صعدة أنا قا أفك الصومالي حدودا بحدود بينار كان لسمه اللي و و وجغرافي لحد ذي أنا اعترافنا هذا أنا خوفا أو سيد ولا تعرف الاعتراف yes. إياه هذا نضد أي أردونان
maaratay aami salaan doonaan oo dagaalka imika barbaro kale iyo sayidac oo kale Soomaada dhex socdo kale sax taasi waa mid kale wacyiga wacyiga waa inaga maqay arinta saddexaad oo muhiim ah jirta arinta saddexaad waxa weeyaan siraaca dawliga siraaca iqliimiga dagaalkan caalamiga adduunka maanta taxliilka la sameynayo waxa weeyaan toddoba sano kadib adduunka waxa ka dhacaya waxyaalo waaweyn baa dhacaya kow waxaa ka ah gaajo burbur dhaqaale dowlado ka baxa taariikhda xadaarado dhaadhaca kuwa xoog u soo kaca waxaan ku jirnaa marxalad la yidhahdo kala guur dadkeennu looma socdaanba waxay ka sheekeynayaan waxyaala yaryar oo iyaga ka sheekeynayaan markaa siraaca dawliga waa midda uu doonayo inuu ka faa'iidaysto axmed aabe sidee marka looga hortagi karaa abey in uusan isku dirin dadka soomaalida ah asaga oo faa'iidooyinkoodii iyo waxyaabahii resourceka ahaaye ay iyagu xaqa u lahaayeen daraaddeed aan isku tuseyn ayaga dhexdooda horta waxaa la sameeyey waxa dhacdo dhaawacyo taariikhiyan yaa dhacay waxaa la sameeyey dadka soomaalidu lixdankii toddobaatankii sideetankii waxay ahaayeen dad isla sarreeya qabba ku jiray waa la dumiyey qabkii arrinta labaad dadka soomaaliga way u kala cadeed cadowga iyo saaxiibka berigii hore muslimku saaxiibuu lahaa qofka aan muslim lahayna mushkilalnay waxaa qof caadi o cadow ah amba qof aan cadow ahayn laakiin muslimkay lamid maaha soomaaligu wuu kixigii qof wal oo isaga aan ahayn waxaas waa la tirtiray waxaad maqlaysaa qof kule imika aniga ethoobiya walaalanahay maxaa soomaaliga la socda soomaaliga muxuu sheegaya waxaa dhacay inkilaabaad waxa loo yaqaano maskaxda waa la dabarogay arrintaasi waa ku weyaan arrinta labaad ee dhacday waxa weeyaan waxaa dadka soomaalida ku dhacday waxa la dhahdo burbur hooyadeed identity crisis baa ku dhacay man ana anu iyaanahay ومن الآخر كلا وعيه ولا قدر ترى أريد صدحات اللي بابي وحويان وحال قدر ترى وحال لا يقارنه التحدي الحقيقي وأي تشالنج كاست هو جد رنطع هي كإيماجينيشن كا وحصل ولا ترى تاس مركها وحاي كانتي إن أي ما تقبع أنت هاي دتك الصومالي ده كارهان أو متكلا جرتوا خطر أو أجرت دتك الصومالي ده أدوك يا معمرة caalamka maanta wadan walba ayaa maamula waxaa maamula saddex qolo siyaasi aqoonyahan iyo waxaa maamula in istraatiijikaal ah dadku intaasay dhegaystaan fanaanka waqtigaa lagu dhaafaa oo hayso qofka kuumikideeya waqtigaa lagu dhaafaa kuwashatirayma ha laakiin saddex in la dhegeysto waa intaas weyaan soomaalida maxaa isku ekaaday qofkii caadiga ahaa iyo siyaasiga way isku ekaadeen qof walba siyaasi ma kala miirmin aqoonyahankii iyo qofkii caadigaaba isku noqday ma kala miirmin kii caadigaabaa kule aqoonyahan hebel uu soo fadhisanaa meesha aqoonyahan see u noqotay yaa la sheeganayaa arrinta saddexaad ee meesha ay marta waxweyaan istraatiijiyaadkii caalamiga ahaa ayuu qofkaas maxaa keenay waxaas waxaa keenay internetka iyo maaragtay baraha bulshada keenay baraha bulshadu muxuu noqday meel uu meesha sintay caamadii iyo culummadii wuxuu dhihi jiray ida istawat ilcaali walasaafir khalaas faqad taabat munaadamat lmunaaya waa dhamata khalaas maanta waxaasnolba ma jirto noloshaas waatay marka soomaalida taas marka maxaa loo baahay markaa waxaan u baahannahay inaan dib u dhisno maanka soomaaliga waana dagaal weyn weeyaan maanka soomaaliga dhismihiisuna wuxuu u baahan yahay in ay yimaadaan labada qolo oo ah in macaahid la sameeyo institutiyo la sameeysa adduunka oo lagaga doodayo waxaa jira oo lagaga doodayo waxa aan jirin marka culumaa isku imanaysa adduunka soomaalida kasoo ururaysa mu'tamar bay qabanayaan mu'tamarkaa lagagama hadlayo maxaa dhibaato soomaalida kartaa waxaa laga hadlaya mashaakil caamacaamaa oo iska caadi oo iska muxaadaraadiuna kol haddaad culumo soo fadhiisa meesha waa in laga hadlo maxaa soomaaliga dhibaato haysata soomaaliya maxaa dhibaato ka jira islaamkuna muxuu xalayaa islaamku marka aniga waxaan rabaa inaa maanka dib loo dhiso ko labana inaa qaraaraad siyaasiya la qaato oo badbaadinaya
dulka dadka iyo dhaqanka iyo diinta Soomaaliyeed gartay sheekhana ee barnaamijkaas marba si fiican u falanqayn doona waxaan sidoo kale laakiin is weydiin kara sidee looga faa'iideysan karaa siyaasiyan iyo qaanuniyan iyada oo la raacayo Soomaaliya oo kala tusaale marka siyaasiyan iyo qaanuniyan la raaco Soomaaliya oo kala tusaale sidee looga faa'iideysan karaa maxaa laga baysanayaa tusaale qofka siyaasiga ah ee Soomaaliga sidee buu arrimahan iyo waxaan dhacay uga faa'iideysan karaa asagoo raacaya qaanuniyan iyo siyaasiyan okay horta Soomaaligu ninka siyaasiga Soomaaliga waxaan uga baahanahay in uunan qaraarkiisa ku qaadan waxaa maalinta shalay iyo daraada iyo tii ka horreysayo waxaa jirta maxaa qaraaro la qaatay Soomaaliya ay qaadatay qaraaradkaasi sita shay baa ka muuqata horta talo qaanuun uu ka muuqda oo talo qaanuunna waa la tashaday talo siyaasadna way ka muuqataa laakiin waxaa ka maqan talo istaraatiiji ka muuqato matalan qaraaraadka Soomaalilan laga hortegayay oo dhan badda iyo soo galita iyo waxaa oo dhan iyo biyaha iyo waxaa laga hortagaya ma keensan kartaa cunaqabataynta maxaa ka dhalan kara waxaa jira istaraatiijiyada dadka dhada kurdiga iyo carabta maxaa dhex maray kurdi oo dhan carab inuu kagu doonaya maxaa keenay siyaasaadkii carabtu qaadanayeen didel akraad wuxuu keenay kurdida inay didiyaan an waxaan ka baqayaa siyaasaadka soomaalinimo loo qaadanayo didda soomaaliland inuu keenay dadka qaarkood ay tudaan ka dheeraadaan marka waa inaan eegno waa sax weyaan inaan qaraar la qaatay laakiin kuwa istaraatiiji loo fikirana waa muhiim jidan marka waxaan leeyahay ninka siyaasiga inuuna qaraar qaadan isagoo oonan ku salayn qaraarkiisa qaanuun inuu noqonin axmed aabi siyaasiga soomaaliya axmed aabi waxa weeyaan waa siyaasa shacbawiya waa populism waa dad kicin waa trumpism waxa weeyaan waa qoladani midita francisco midita australia oo kale midig weyaan midig marka isaga hadafkiisu waa saddexda dadku inay gartaan hadafka koobaad uu leeyahy waxa weeyaan inuu isku badbaadiyo doonaya sida netanyahu wuxuu isku badbaadinayaa qadiinu baabiyo eeg inuu khaza baabiyo waa maxay badbaadinsa siyaasiga ku jira inuu isaga xaalad xun ku jira aabi axmedna xaalad xun buu ku jiraa isagaas badbaadinaya marka talabaadi waa taa weeyaan wuxuu rabaa maanta wuxuu leeyahay waxaa dhacay faraq siyaasi dawli ah maadaama faraq siyaasi oo dawli dhacay ka faa'iidsuu leeyahy ka gaadhsiin buu leeyahy marka uu ka gaadhsiinaya waxaa dhaha siyaasadana waa siyaasada soomaaliya ka jirta marka dhulka la qaadanayo qabso ku qadimaysa marka isagu wuxuu leeyahy ka gaadhsii inta adduunku laaqan yahay inta uunan qaanuunka dawliga dhaawacan yahay oo qaanuunkii dawliga kaza dhaawacisay oo ruushkii baa kule macalinimadii maraykanka way dhamaatay reer galbeedku xuquuqnisaan iyokiiba marka inta kaza iyo maala ukrain lagu mashquulsan yahay waxaa ka gaadhsiin buu leeyahy marka annaga siyaasiyadu waxa fadla inaa taa fahno oo noqonis oo kale laakiin aan noqonno dad iska ka bisil waxaana jira siyaasadu waxay u baahan tahay laba shay sidee unoqon karnaa dad isaga ka bisil yaa sidee unoqon karnaa dad isaga ka bisil waataan aan soo wadaya waxaan u baahannahay siyaasaad sariica laakiin cajala ayna ku jirin maxay sariica degdeg inaan qaadano laakiin cajala ay ku jirin cajaladu waa maxay fi lcajalati nadaama qaraarka markaa qaadanaysid degdeg ha u qaadan laakiin waqtigiisa qaadasaraa waqtigii qaraarka la qaadanayo qaado waa kow arrinta labaad qaraarka markaad qaadanaysid maxaad ku qaadanaysaa talo iyaa la tashanaa dadka arrintu khuseyso hadday arrintu arrin istaraatiijiya tahay cunada istaraatiijiga hadday tahay arrintu arrin maaragtay bad iyo waxaasa culmada badaha hadday tahay waxaaga ku qaada qaraaraad arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weyaan ninka siyaasiga looga baahan yahay waxa weyaan waa inuu garta cadowgiisa markuu qaraarka qaadanayo cadowgaagu wuxuu leeyahay mawaaqicu dacfi iyo mawaaqicu lquwa meeluu ku xoog badan yahay meelana uu ku itaal daran yahay waxaad dajinaysaa adiguna istaraatiijiyadii meelaha uu ku itaal daran yahay aada ka gelaysa walidaalika culimmadu waxay dhahdaan min asiyaasati waxaa ka mid a alhujuum waa akbar wasiila lidifaac haddaad rabti inaad isdifaacdid waa inaad weerar qaadid inaad sugteed maaha
سياسة السكونية السويسة وغلط ويا أنا كلا جرتوا مهمة وضد كصومال إذا أنت بدن أي كشة كيان وحي كشة كيان إنتو بين تهدور وين ومهمة وهلسة وخطرة لا إنتو بيا واحد وحال كشة كيان منا معاملك إنتو بيا ما أنت وحويان ودولة جارك أسرة فشل ما مقاشي وحال هذا فشل الدولة دولة فشلتي دولة فشلتي وحمرك الله معنينا يو لمبر ون وحكا إتوبيا مركا دولة فشلتي وحتى مشارك إنا بعين نوتو أفر بلا شبه لو تكدب ألا قرني بيضة فرابادان يقولي ودولة وين وحاليسو دقالي وكوبعي وعركا مرا يو وقوات قصر يسا مركا يغزتين مركا تقارير تعالمي غزتين إتوبيا وحويان وحال هذا يوغوزلافيا دنجيسك أفريكا بربر باكوسو صعدا هدي أنا اللي جاني كي جاري إنه ومشغول وأمريكا يا رجال بيت يا أمريكا ما تا دروه هو جيبك شقين كري لين ولذلك نيل راد ميشيل أونفر وفرنسيسا بوجي وجدن بيو قري وحو قري انتهى أمر أوروبا يوروب وين ما تي نيكو قري وميشيل أونفر وبروا وفيلسوف فرنسيسا قرت وريو عن فرنسيس كيو كدايين يبلجيو يمارتا وحري وجمل بولي جرم الله وحو كبت بادي بولي إنه روش ليشيو بلكو روش ليشيو ويسكت عفا وارد مرايكا كبحينا يو دنت هو دمرك يسلا قرتان سقو ببادي يبولي وحا قراتي بتبادي هنا يوروب أردن وحولو وجرمنا مركا وحاسا لقرية ذات كان وحا كو مشقوشان با أنكونا آمسان هاي إن يتوبي ببادين دولان وقتي اللي اسم ببادين إيه إسرائيل بل ببادين كدوهي او الا اي ايمك هوك كده ما لو قبلوا سو بيرنيا خلي جلس بدايه ولا ما بارك ولا ما دي قلت صح قلت شيخنا عاد وحن ام قلنا مرر بدن امني بيها اما وارر سكيورتي وحول ده عاد لو شكي هي صراع وبيده جيسك افريكا مثلا بونغرز ما حل غودا مركا ان سهلكي ارنا ما حل غودا سهلكي ايو خرير كره ليهي دغالك بيها اي جيسك افريكا ورت امنيغه بي waxa weeyaan waa inay dawladuhu karto u yeeshaan inay karto u yeeshaan dawladuhu inay heli karaan saddex shay inay heli karaan biyo caafimaad qaba inay heli karaan biyo ku filan saddex waqti walba ay heli karaan biyo ku filan oo waqti walba ay heli karaan waa inay heli karaan biyo wax soo saari kara caafimaadka dadka aan dhibeyn sax biyo hasbada waa ka amniga biyo waka security biyo waga marka dawladda ilaalin karto nooca biya ah waxay ku guuleysatay in amniga biya sabayso dawladda aan taa aan ku guuleysana amniga biya way sameyn karayso marka amniga biya laga sameeyo saddexdi biya shay laga sameeyo waxa laga sameeyaa biyo iyo biya waxa laga sameeyaa biya dhaxa soo roobana xarada biya dhuku wasiila qaarin waxa sameeyaan biya badde macaaliya dawladda qaar kood marka amniga biyo waa sidaa waxaana imika soo socoto wax weyn biyihi oo si guraya dhulka ku jiray qudrada qaar si dhaadhacaya sida jasiirada carabka ah labo biyihi kale oo guraya sida urdun iyo israa'il oo kale biyihi urdun oo guraya ama biyaha masar oo soo yaraanaya oo guraya iyaguna anaka oo labada wabi imika marka qaar goob waa la wayaa babaan hadii waxay muddooyin saddex bilood ama laba bilood qorata biyaha la helo oo inta kale luway markaas waxa weeyaan haddii kartu u yeelin wadina biyaha ilaalisid oo dadkaaga u ilaalisid qof kasta biyo heli karaya amniga biyo mafhumkiisu ka maqan yahay kartay ee waxa Soomaaliya iyo Soomaalida meelaha dagto dhanba sida Djibouti Soomaaliya Ethiopia dhinacyada meelaha dhanba waxa haysto caqabado caqabadahaas oo ku aadan caqabado badan dabcan haysto laakiin halkeeb uu kaga jiraa caqabadaha haysto Soomaaliya iyo Djibouti ee marka laga eegayo dhinaca biyaha sidee ugu haboon in ugu diyaar garoobo in mesela siyaasiga Soomaaliga ah ka hortaga caqabadahaas anuu waxa oran kara caqabada ugu weyn ee Soomaali iyo geeska Afrika ee inta baaysa taas waxa noqon doonta biyaha waxay ka khatarsan tahay wax wal waxa yaray badda Soomaaliya waxaan maqlay inay Soomaaliya soo jeesay Turkiga soo ilaaliyo heshiis la soo galay een fiicna waa fiican tahay inkastoo turki uu kii shalay ahayn oo isna dhaawacay badan ay gaareen een uuna lahayna maratay shabeelnimada shabeel buuha marka imika wuxuu noqday waxa dhadayay yey ma taqaan adziib marka yey buu noqday
تنازل عن السياسة النمرية النمورية فأصبح سياسة ديبي وقاتل. على أي حال ولي ويجي ديبي هو مهم جدا. إن ثقافة تركيا لنا هي هو وحويم هو سلباح وقاص ما لترى تبي الليباح بابر وهي بعد هذا مكا يلا قش كذا كل جركة تركيا هذا دعوة فيلك مارت أرتقر الأنباء هبل ديبي أرتقر ديبي ولا يا كديبي وصاص وفك أمانة يا بي أمانة يا بي جيس إني ماذا إيو وود وود كشيء كسو استعارة استان ديبي جو كتل ماما كتل ماما أوكي إيه مكان شيء كان سنو هالشيء مهمة وفي عن مكان هو حوار كيا سومالي دينا بدنا وحكاها يستوى وقولا وحلو يقارنه انكشاف استراتيجي انكشاف استراتيجي قولا استراتيجي هايستا دينا حدود إثيوبيا يكيننا وحكاها يستوى انكشاف استراتيجي وقولا استراتيجي دينا عبيها العبينا وحكاها يستوى نضوب استراتيجي وقرية استراتيجي وقرية مركا وحاس أردن ومحيوا بط أبيو أما بعضها نقطة أنا بحكي لها نقطة بكرة مشكلة دي إنه محيط قانسا يجيبوا زنا يكون شيء بقى سأقولنا تيتو بيا بيا نقطة مثابة قاعد عن الواي على شيء مركا هل استينا هي كوجرتا مركا هي كوجرتا وبيا مركا عقبه والله إن عايزته وحاكحون عقبة البيا مركا محاربة هنا نك سياسي محبة هي إنه دجي استراتيجية ده إنه مفهوم كأمن البيا وقاطه وكنكتو أولوية بروليتي أريد أقول رئيس أقول عرض لا قد يقول عرض سياسة ذي وإلا قد يقول هدي سال سمين وياه وحويان عبسيطة سياسة عطا طبعا سياسة عطا يسوينا إن شاء الله.